مشاهدينا اهلا بكم الى موجز الاخبار من قناة الشروق. ناشد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاوروبيين التعاون من اجل اقناع امريكا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وخاطب حمدوك لجنتي الشؤون الخارجية والتنمية في البرلمان الاوروبي خلال زيارة يقوم بها لبروكسل، وقال ان التحرك نحو المرحلة الجديدة يحتاج لتضافر الجهود ومساعدة الاصدقاء. التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بسفير كوريا الجنوبية لدى السودان لي كي سيوغ بمناسبة انتهاء فترة عمله، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وقال السفير الكوري في تصريحات صحفية إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجال التعاون المشترك في البرامج التنموية ومجالات التدريب. شدد التجمع الاتحادي على ضرورة أن تستجيب الحكومة في الفترة الانتقالية لتحدياتها واستحقاقاتها الماثلة، وقال الناطق الرسمي باسم تجمع الاتحاديين جعفر حسن عثمان خلال ندوة سياسية، قال إن الخروج من متاهة الأزمات الراهنة يتطلب الاعتراف بوجودها ومخاطبة جذورها. أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان الشريف لدى مخاطبة ورشة إعداد خارطة الاستخدامات المثلى للأراضي، أكد حرص الدولة على دعم مشروعات الشراكة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وقال إن مخرجات الورشة والدراسة ستساعد الدولة في وضع تصور لمستقبل الاستثمار في السودان. تدخل توجيهات اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة حيز التنفيذ المباشر اعتبارا من يوم غد الأربعاء فيما يلي قراراتها المختصة بتوزيع العربات الحكومية للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم من يوم غد الأربعاء. وكانت اللجنة الوزارية قد وجهت بحصر العربات الحكومية المتوفرة بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. إلى اللقاء.